بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رفعت حمزة، خبير وموجه أول الرياضيات. النهاردة أبنائي الطلاب هنتكلم على الوحدة الأولى في الديناميكا اللي كانت مؤجلة، دي الوقت المناسب لعرضها، وهي وحدة تفاضل وتكامل الدوال المتجه. أول وحدة في الديناميكا اسمها تفاضل وتكامل الدوال المتجه، كانت مؤجلة للوقت المناسب لعرضها. النهارده هنبدأ بأول جزء فيها وأول درس في تفاضل وتكامل الدوال المنتجة، وهو تفاضل الدوال المنتجة. تعالوا أول نعرف يعني إيه الحركة المستقيمة. تعريف الحركة المستقيمة: عندما يتحرك جسم في خط مستقيم فإنه يقال أنه يتحرك حركة مستقيمة. يبقى أي حركة على استقامة واحدة أو على خط مستقيم واحد يقال إنها حركة مستقيمة. طيب، يعني لو جسم تحرك على هذا الخط الموضح بأمامنا يقال أن حركة هذا الجسم هي حركة مستقيمة. هناخد بعض المفاهيم الأساسية في علم الديناميكا. أول مفهوم هو ما هو متجه موضع جسم، يعني إيه موضع الجسم بعد فترة من الزمن. موضع الجسم يا شباب هو وصف لمكان الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة. يعني لو تخيلنا إن في جسم تحرك من نقطة الأصل اللي هي واو على الخط اللي أمامنا في أي اتجاه، سواء في جهة اليمين أو في جهة اليسار، ووصل لمكان ما، هذا المكان اسمه موضع هذا الجسم بالنسبة لنقطة الأصل. هنتفق عندما يتحرك الجسم في الاتجاه يمين نقطة الأصل في الاتجاه الأعداد الموجبة، في هذه الحالة هنسميه المتجه ي. يبقى عندما يتحرك جسم جهة اليمين هذا الاتجاه هنسميه هو المتجه ي. أما إذا هتحرك جسم برضه مبتدئا من نقطة الأصل في الجهة العكسية، يعني في اتجاه السالب أو في اتجاه يسار نقطة واو، بنسميه المتجه سالب ي عشان ننسب إليه موضع الجسم اللي هو بيتحرك. فإذا عندنا جسم بدأ من نقطة واو وتحرك 3 وحدات في الاتجاه الموجب للمستقيم اللي أمامنا، يعني على يمين نقطة واو أي في اتجاه المتجه ي، تحرك 3 وحدات، بنقول إن موضع هذا الجسم ويرمز له بالرمز سين. سين كما بالشكل اسمها موضع الجسم. يبقى المتجه الموضع يرمز له بالرمز سين، لأن هذا الرمز هيستمر معانا طول الحلقة. يبقى موضع الجسم اسمه سين، والجسم تحرك في اتجاه اليمين اللي هو الاتجاه الموجب من نقطة الأصل 3 وحدات في اتجاه المتجه ي اللي احنا فرضناه. في هذه الحالة بنقول موضع هذا الجسم 3 في اتجاه المتجه ي. أما إذا تحرك الجسم من نفس النقطة واو ولكن في الاتجاه العكسي إلى أن وصل إلى ب، برضه 3 وحدات في الجهة الأخرى، يعني مشي في اتجاه سالب المتجه ي، عشان كده بنقول إن موضعه بعد فترة من الزمن هو سالب 3 ي. إذا متجه الموضع قد يكون موجب وقد يكون سالب. إذا كان الجهة اللي إحنا فرضناها هي الاتجاه الموجب عدد من الوحدات، يبقى في هذه الحالة نقول موضع الجسم في الاتجاه الموجب. أما إذا كان في الاتجاه العكسي بنقول موضع الجسم في الاتجاه السالب. بعد ما عرفنا متجه الموضع تعالوا نعرف يعني إيه إزاحة الجسم. إزاحة الجسم بكل بساطة بيقول لي هي التغير في الموضع. يعني إيه التغير في الموضع؟ لو فرضنا إن في جسم بعد فترة من الزمن أو عند بداية الزمن كان عند الموضع الابتدائي وبنسميه سين صفر، كان في هذا المكان عند ألف. يعني الجسم بدأ موضعه من نقطة ألف، ده بنسميه الموضع الابتدائي وبنسميه سين صفر. بعد فترة من الزمن انتقل من ألف إلى نقطة ب كما بالشكل، فأصبح له موضع جديد هنسميه الموضع النهائي. طبعا الموضع في الحالتين منصوب لنقطة الأصل اللي هي واو. يبقى الموضع الابتدائي بنسميه سين صفر لما الجسم بدأ من عند ألف، بعد فترة من الزمن انتقل إلى ب، فالموضع النهائي عند ب هو سين. التغير بقى في الموضعين دول يسمى متجه الإزاحة. يعني متجه الإزاحة تعريفه هو التغير في موضع الجسم. والتغير في أي شيء بصفة عامة أبنائي الطلاب هو الوضع الجديد ناقص الوضع القديم. الوضع الجديد اللي هو سين، الوضع الأولاني اللي هو الابتدائي كان سين صفر، يبقى سين ناقص سين صفر دي تسمى التغير في الموضع، وتسمى أيضا متجه الإزاحة. يبقى الإزاحة هي التغير في الموضع، ويرمز للإزاحة بالرمز ف، أو أحيانا بنقول دلتا سين. دلتا سين اللي معناها التغير في الموضع. يبقى الإزاحة هي التغير في الموضع وقانونها سين ناقص سين صفر. يبقى الموضع اسمه سين، الإزاحة اسمها التغير في الموضع اللي هي سين ناقص سين صفر ورمزها ف.
يبقى فيه دي تشير الى التغير في الموضع. ما ننساش ان بقى القانون اللي هنستمر معانا الفيه بتساوي س ناقص س صفر. عندي ملحوظه مهمه جدا، الازاحه ايضا قد تكون موجبه وقد تكون سالبه حسب الموضع النهائي. لو كان الموضع النهائي على يمين الموضع الابتدائي في هذه الحاله بتكون الازاحه كميه موجبه، اما اذا كان الموضع النهائي على يسار الموضع الابتدائي في هذه الحاله بتكون الازاحه كميه سالبه. اذا الازاحه ايضا قد تكون موجبه وقد تكون سالبه. عرفنا يعني ايه متجه الموضع، عرفنا يعني ايه متجه الازاحه، تعالوا نعرف يعني ايه متجه السرعه. متجه السرعه يا شباب تعريفه بكل بساطه هو معدل التغير في متجه الموضع. نخلي بالنا يا شباب هناك فرق كبير بين لفظ التغير ومعدل التغير. التغير دائما هو طرح الوضع النهائي ناقص الوضع الابتدائي، اما معدل التغير ده تعبير رياضي احنا عارفينه من ثانيه ثانوي معناه المشتقه الاولى. اذا معدل التغير معناه اشتقاق، وطبعا بما ان شغلي كله اغلبه بالنسبه للزمن اذا هو الاشتقاق بالنسبه للزمن. اذا معدل التغير في الموضع بيسميه السرعه، يبقى السرعه هي اشتقاق الازاحه او اشتقاق الموضع بالنسبه للزمن او معدل التغير في الموضع. معدل التغير دي تعني الاشتقاق. معنى ذلك ان العين هي د س على د ن، يعني اشتقاق الموضع بالنسبه للزمن. طيب احنا عارفين ان التفسير الهندسي للمشتقه الاولى لاي داله هو ميل المماس لمنحنى هذه الداله. يبقى لو انا عندي منحنى الموضع الزمن، يعني منحنى يربط بين س ونون، ميل هذا المنحنى هو اشتقاقه يعني يمثل السرعه. اذا ممكن نجيب السرعه من خلال معرفتي لميل منحنى الموضع الزمن. طيب ايه الفرق بين الموضع والازاحه؟ زي ما قلنا الموضع والازاحه الفرق بينهم هيكون فرق مجرد ثابت. الفرق ثابت، واحنا عارفين كويس جدا ان الثابت لا يؤثر في الاشتقاق، وبالتالي نقدر نقول ان ايضا السرعه تعرف بانها اشتقاق الازاحه بالنسبه للزمن. يبقى السرعه ينفع نقول هي مشتقه الموضع بالنسبه للزمن، يعني د س د ن، وينفع نقول ايضا السرعه هي اشتقاق الازاحه بالنسبه للزمن، يعني د ف على د ن. وايضا تسمى ميل المماس لمنحنى الازاحه الزمن. يبقى ميل المماس لمنحنى الموضع الزمن او حتى الازاحه الزمن، هذا الميل يعبر عن سرعه الجسم. تعالوا نعرف بقى متجه العجله. كده بدانا بالموضع، ثم عرفنا عن ايه الازاحه، ثم عرفنا عن ايه السرعه، وعرفنا ازاي نجيب كل حاجه من الحاجه اللي قبلها. يعني ازاي نجيب الازاحه من الموضع، وازاي نجيب السرعه من الازاحه او حتى من الموضع. العجله هنجيبها من السرعه. العجله تعريفها الرياضي ابنائي الطلاب هي معدل التغير في سرعه الجسم، معدل التغير في السرعه بالنسبه للزمن. وطبعا معدل التغير ده معناه اشتقاق. إذا نقدر نقول بالبلدي كده إن العجلة هي اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن. يبقى العجلة هي د العين على د النون. يبقى نخلي بالنا كويس جدا في الثلاث مراحل. بنبدأ بالموضع، ثم بنتطرق إلى الإزاحة، ثم من الإزاحة بنجيب السرعة، ثم من السرعة بنجيب العجلة. الانتقال من الموضع إلى الإزاحة بنقول س ناقص س صفر. ثم الانتقال من الإزاحة إلى السرعة بنشتق بالنسبة للزمن. ثم الانتقال للعجله من السرعه ايضا بنشتق مره اخرى بالنسبه للزمن. بكده عرفت الاساسيات عندي: الموضع، الازاحه، السرعه، العجل. طبعا ده شرط اساسي يكون كل متغيراتي مرتبطه بالزمن، يعني كلها داله في المتغير نون اللي هو الزمن. طبعا بالمناسبه برضو يا شباب ان معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن تفسيرها الهندسي ميل المماس لمنحنى السرعه الزمن يعبر عن العجله. يعني لو انا عندي جالي في الامتحان منحنى السرعه الزمن، اعرف كويس جدا ان الميل عند اي نقطه يعبر عن العجله عند هذه النقطه. طيب احيانا السرعه يديها لي داله في الموضع، يعني عين مش داله في الزمن، عين داله في السين او داله في الف. في هذه الحاله يا شباب لما اجي اجيب العجله اخلي بالي كويس جدا، لو كانت السرعه داله في الموضع والموضع هو اللي داله في الزمن، في هذه الحاله عشان احصل على العجله هنقول العجلة عبارة عن د العين د النون. لما نطبق قاعدة السلسلة اللي درسناها في تانية ثانوي أقدر أقول د العين على د س في د س على د النون. تلاحظ إن د س د النون دي تمثل السرعة. د س د النون دي تعبر عن السرعة، إذا نقدر نقول العجلة في هذه الحالة عبارة عن عين في د العين د س. وده قانون يستخدم في إيجاد العجلة من السرعة إذا كانت السرعة دالة في الموضع وليس دالة في الزمن.
هنخلي بالنا كويس جدا، لو كانت السرعه داله في الموضع، اسف، لو كانت السرعه داله في الزمن، بشتق اشتقاق مباشر للحصول على العجله. اما اذا كانت السرعه داله في الموضع، لما اجي اجيب العجله مش هشتق اشتقاق مباشر، هقول عباره عن عين في دال عين دال سين، او ممكن بطريقه اخرى زي ما نقولها في المثال اللي امامنا. هنا عين بيقول لي عين تساوي 4 سين تربيع، لاحظوا هنا ان السرعه داله في السين، يعني داله في الموضع. عشان اجيب العجله قدامي طريقتين، الطريقه الرئيسيه ان انا اطبق القاعده اللي امامي، اقول له الجيم عباره عن السرعه في دال السرعه على دال الموضع، يعني عين في دال عين دال سين، وبالتالي اقدر اقول له جيم عباره عن العين في دال عين دال سين، لما اشتق العين بالنسبه للسين هحصل على 8 سين، وطبعا العين معانا ب 4 سين تربيع، يبقى 4 سين تربيع في 8 سين هحصل على 32 سين تكعي. ممكن طريقه اخرى لما اجي احصل على العجله في هذا الموقف، ممكن اشتق الطرفين بالنسبه للزمن، بس اخلي بالي لما اجي اشتق الطرف الايسر اللي هو 4 سين تربيع بالنسبه للزمن، هشتق اشتقاق ضمني، بمعنى ان انا هقول دال عين دال نون التي تعبر عن العجله تساوي 8 سين دال سين دال نون، ودال سين دال نون دي هي معروفه اللي هي السرعه. اذا نخلي بالنا اذا كانت العين داله في الموضع، يبقى ما اجي اجيب العجله اطبق القاعده جيم بتساوي عين دال عين دال سين. عندي بعض الملحوظات المهمه جدا اللي هتساعدني في حل التمارين، تعالوا نشوفها مع بعض. اول ملحوظه بتقول عند ايجاد المسافه، طبعا يا شباب هناك فرق شاسع بين مفهوم المسافه ومفهوم الازاحه. الازاحه هي المسافه المباشره بين الموضع الابتدائي والموضع النهائي، بينما المسافه هي المسار الذي تحركه الجسم كله، طول المسار الذي تحركه الجسم كله. فنخلي بالنا لما يطلب مني في الامتحان احسب المسافه المقطوعه بعد زمن معين، لابد ان انا اجيب اصفار السرعه، يعني اشوف الجسم هيتوقف عن السرعه امتى، ثم احصل على هذا الزمن واجزأ به الفترات الزمنيه اللي عندي الى مراحل، واجيب القيم المطلقه لهذه المراحل، واجيب الازاحات فيها، والازاحات في هذه الحاله تعبر عن المسافات، بعد ما اجيب القيم المطلقه لها واجمع هذه الازاحات اقدر احصل على المسافه الكليه التي تحرك الجسم. فنخلي بالنا عند ايجاد المسافه لازم 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 اجيب الاول اصفار السرعه، ثم اجزأ فترات الازاحه عندي باستخدام الازمنه اللي انا جزأتها. الملحوظه الثانيه، لازم اكون عارف كويس جدا يعني ايه متجه السرعه المتوسطه. بكل بساطه متجه السرعه المتوسطه الازاحه على الزمن. يعني لو جه في سؤال وطلب مني احسب متجه السرعه المتوسطه، هروح الاول اجيب له الازاحه واقسم هذه الازاحه على زمن هذه الازاحه، يعني الزمن اللي حصل خلال هذه الازاحه. بينما السرعه المتوسطه، نخلي بالنا من دقه الالفاظ، في الحاله الاولى قلت متجه السرعه المتوسطه، اما هنا السرعه المتوسطه بدون لفظ متجه. السرعه المتوسطه تعرفها المسافه الكليه على الزمن الكلي. عشان كده اخلي بالي كويس جدا لما يطلب مني السرعه المتوسطه، لازم الاول اجيب المسافات باستخدام القاعده الاولى اللي احنا قلنا عليها، او الفكره الاولى اللي قلنا عليها. يبقى متجه السرعه المتوسطه هي الازاحه على الزمن، بينما السرعه المتوسطه هي المسافه على الزمن. طبعا احيانا في الاسئله يقول لي اوجد اقصى سرعه يصل اليها الجسم، او اقصى حاجه يصل اليها الجسم. بصفه عامه يا شباب، لايجاد اقصى حاجه نجعل مشتقيته بيساوي صفر، بمعنى عايز مني اقصى مسافه او اقصى ازاحه. مشتقه الازاحه هنا السرعه، يبقى انا اساوي السرعه بالصفر. طب عايز اقصى سرعه، ما هي مشتقه السرعه؟ العجله، يبقى انا اساوي العجله بالصفر. يبقى لايجاد اقصى شيء اصفر مشتقته. تاني يا شباب، لما يطلب مني اقصى شيء اقصى حاجه، مباشره اصفر مشتقه هذه الحاجه. يعني اجيب الاول هذه الحاجه واشتقها واساوي المشتقه بالصفر، اعرف الزمن بكام، ثم اعوض في السرعه او المسافه اجيب اقصى مسافه او اقصى سرعه. هنخلي بالنا لما يطلب مني اقصى حاجه. طيب اخر حاجه معانا، يعني ايه الحركه المتسارعه والحركه التقصيريه؟ برضو دي مفاهيم اساسيه في درس تفاضل الدوال المتجه. يقال للحركه انها حركه متسارعه اذا كان كل من عين وجيم لهما نفس الاتجاه. السرعه والعجله لهما نفس الاتجاه، بمعنى لهما نفس الاشاره. وطالما لهما نفس الاشاره، يبقى حاصل ضربهم مؤكد كميه موجبه، بمعنى لو الاثنين مواجب يبقى حاصل ضربهم كميه موجبه، ولو الاثنين سوالب يبقى حاصل ضربهم ايضا كميه موجبه. عشان كده بنقول من الاخر يقال للحركه انها متسارعه اذا كان عين وجيم عين في جيم اكبر من الصفر.
وعلى هذا الأساس يقال للحركة أنها حركة تقصيرية إذا كان عين في جيم أقل من الصفر. خلي بالكم الحركة التقصيرية أحيانا بنقولها حركة تباطؤية، يعني التباطؤ تعني هي التقصير. فنخلي بالنا متى يقال للحركة أنها متسارعة ومتى يقال للحركة أنها متباطئة أو تقصيرية. متسارعة لو كان عين في جيم أكبر من الصفر، ومتباطئة أو تقصيرية إذا كان عين في جيم أقل من الصفر، وده معناه إن أحدهما موجب والآخر سالب، أي عكس بعض في الاتجاه. تعالوا نشوف مع بعض أول مثال. أول مثال بيقول لي يتحرك جسيم بحيث كان متجه موضعه س يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة س متجه تساوي ن تربيع ناقص 8 ن زائد 5 في اتجاه المتجه ي، حيث ي متجه وحدة ثابت. فإن هو عاوز مني الإزاحة بعد 4 ثواني ومديني عدة خيارات. السؤال الثاني عايز متجه السرعة الابتدائية ومديني أيضا عدة خيارات. طب إحنا بدأنا يا شباب سؤالنا بالموضع وعاوز مني الإزاحة بعد 4 ثواني. تعال نفكركم، ده عايز كمان مطلوب ثالث، مقدار العجلة بعد 3 ثواني. عايز مني دلوقتي الإزاحة والسرعة والعجلة بعد فترات زمنية محددة. طيب مبدئيا احنا معانا الموضع س بتساوي ن تربيع ناقص 8 ن زائد 5. الإزاحة اتفقنا فيه هي س ناقص س صفر. الموضع عند أي لحظة ناقص الموضع الابتدائي. الموضع عند أي لحظة هي ن تربيع ناقص 8 ن زائد 5. س صفر يا شباب، هنا س صفر معناها س عند ن تساوي صفر. عند ن بتساوي صفر هتبقى س ساعتها بخمسة. يبقى لما اشيل 5 من المقدار ن تربيع ناقص 8 ن زائد 5، اشيل منها 5، الخمسة هتختفي مع الخمسة، وبالتالي يتبقى ليا ن تربيع ناقص 8 ن. بصفة عامة يا شباب، بصفة عامة، لو كان الموضع دالة كثيرة حدود فيها ثابت، يبقى الإزاحة هي نفس الدالة بس تشيل منها هذا الثابت، بشرط تكون الدالة دالة كثيرة حدود. فبصفة عامة هنشيل الثابت وخلاص، وأنا بجيب الفهم من السين لو كانت الدالة كثيرة حدود. يبقى أصبحت عندي الإزاحة هي ن تربيع ناقص 8 ن في اتجاه المتجه. هو طالب مني الإزاحة بعد 4 ثواني. يعني عايز يعوض عن ن بأربعة. يبقى أنا هقول له بعد 4 ثواني هتبقى فيه بتساوي 4 تربيع ب 16 ناقص 8 في 4 ب 32. 16 ناقص 32 هيبقى سالب 16 ي، وعلى هذا الأساس إجابتي الصحيحة في السؤال الأول هي الإجابة رقم 2. في السؤال الثاني طالب مني متجه السرعة الابتدائية. يعني إيه السرعة الابتدائية؟ السرعة الابتدائية تعني السرعة عند بداية الزمن، يعني عند ن تساوي صفر. يبقى كل ما في الأمر إن أنا هحصل على السرعة ثم أضع ن تساوي صفر. طب إزاي نحصل على السرعة من الإزاحة أو حتى من الموضع؟ اشتق الإزاحة بالنسبة للزمن أو حتى اشتق الموضع بالنسبة للزمن. يبقى السرعة أصبحت هي د س د ن. لما اشتق هذا الكلام هحصل على 2 ن ناقص 8. ده كده اسمه متجه السرعة عند أي وقت، عند أي تايم. هو عايز بقى متجه السرعة الابتدائية. كلمة الابتدائية معناها ن تساوي صفر. لما نضع ن بتساوي صفر يبقى أصبحت عين صفر تساوي سالب 8 ي، وبالتالي إجابتي الصحيحة هي الإجابة الأخيرة. الفقرة الثالثة بعايز مقدار العجلة بعد 3 ثواني. طبعا العجلة بنحصل عليها من السرعة. لما أشتق السرعة مرة أخرى بالنسبة للعجلة هتبقى هنا العجلة عبارة عن دال عين دال نون، هحصل على 2 في اتجاه المتجه ي. نلاحظ إن العجلة هنا مش مرتبطة بالزمن، يعني لا تعتمد على الزمن، معنى ذلك إن العجلة هنا تعتبر ثابتة عند الاتنين، وبالتالي عند أي لحظة زمنية سواء 3 ثواني أو 4 ثواني أو حتى 10 ثواني هتظل العجلة ثابتة عند 2 في اتجاه المتجه ي، وبالتالي مقدار العجلة هنا عبارة عن 2. خلي بالنا مقدار العجلة معناها بغض النظر عن المتجه، يعني هقول 2 فقط، أما لو قال لي متجه العجلة يبقى هقول 2 ي، وبالتالي إجابتي الصحيحة في هذا السؤال هي 2 وحدة عجلة. تعالوا مع بعض ننتقل إلى المثال الثاني. بيقول لي يتحرك جسيم بحيث كان متجه موضعه س يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة س تساوي ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع ناقص 5 في اتجاه المتجه ي، حيث ي متجه وحدة ثابت. فإن متجه العجلة عندما تنعدم السرعة. ده مثال مهم يا شباب ومديني عدة خيارات. هو عاوز مني متجه العجلة عندما تنعدم السرعة. يعني إيه كلمة تنعدم السرعة؟ تنعدم السرعة يعني نو يعني عين تساوي صفر. يبقى أنا كل ما في الأمر هوصل لغاية العين، يعني هجيب العين اللي هي السرعة ثم أسويها بصفر
اعرف الزمن بكام اعوض فيه في العجله. يبقى انا محتاج دلوقتي اجيب الازاحه والسرعه والعجله ثم اشوف هنعمل ايه في هذا السؤال. مبدئيا الازاحه هي س ناقص س صفر، وبالتالي هنشيل السالب 5 فهحصل على ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع. نجيب مباشره منها السرعه اللي هي د س د ن او حتى د ف د ن، هحصل على 3 ن تربيع ناقص 6 ن. طيب تعالوا نجيب العجله، هشتق كمان مره بالنسبه للزمن، يبقى 3 ن تربيع تشتق 6 ن ناقص 6 في اتجاه المتجه. كده خلاص جبت الازاحه والسرعه والعجله. شوف بقى هو عايز ايه بالظبط، هو عايز متجه العجله عندما تنعدم السرعه. هاخد السرعه دي واساويها بالصفر، يبقى انا هقول له تنعدم السرعه عندما 3 ن تربيع ناقص 6 ن تساوي صفر. لما احل هذه المعادله واخد 3 ن عامل مشترك، هحصل من خلالها ان ن تساوي صفر او ن تساوي 2. بعد ذلك هو عايز مني قيمتين للعجله، عايز قيمه العجله عند ن بتساوي صفر، وعايز قيمه العجله عند ن بتساوي 2. ناخدهم واحده واحده. عند ن تساوي صفر نعوض في العجله، 6 في صفر بصفر هتبقى ليا سالب 6 ايه. اما عند ن تساوي 2 اعوض في العجله، 6 في 2 ب 12، 12 ناقص 6 هحصل على 6 ايه، وبالتالي العجله هنا لها قيمتين موجب او سالب 6 ايه. وعلى هذا الاساس اجابتي الصحيحه في هذا السؤال هي الاجابه الثانيه. تعالوا مع بعض ننتقل للمثال الثالث. يتحرك جسيم بحيث كان متجه موضوعه س يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة س تساوي ن تكعيب ناقص 2 ن تربيع زائد 9 في اتجاه المتجه ايه، حيث هي متجه وحدة ثابت. السؤال بيقول لي بين نوع الحركة من حيث التسارع أو التقصير عند ن تساوي 1، بمعنى عايز أعرف الحركة هنا متسارعة أم تقصيرية بعد فترة زمنية قدرها 1 ثانية. اتفقنا اللي بيتحكم في التسارع والتقصير هو حاصل ضرب السرعة في العجلة. يبقى أنا دلوقتي أصبحت طالب بإيجاد سرعة الجسم وعجلته وأضربهم في بعض وأعوض عن نون بواحد. لو الناتج طلع معايا كمية موجبة ده معناه إن الحركة هنا حركة متسارعة، إذا الناتج طلع معايا كمية سالبة ده معناه إن الحركة حركة تقصيرية. مبدئيا إحنا معانا الموضع وبشرة نجيب منها الإزاحة. س ناقص س صفر هتساوي طبعا هنشيل الثابت اللي هو التسعة، واحصل على ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع. خلي بالكم يا شباب انا باكد تاني، احنا فقط بنشيل الثابت في حاله الدوال كثيرات الحدود، اما اي داله اخرى غير كثيره الحدود سواء كسريه او جذريه او حتى داله مثلثيه لازم التزم بالقاعده س ناقص س صفر واشوف هتجيب زي ما تجيب. تعالوا بعد ذلك نجيب السرعه وهي اشتقاق الازاحه بالنسبه للزمن او الموضع بالنسبه للزمن، هحصل على 3 ن تربيع ناقص 4 ن. تعالوا نجيب العجله هي اشتقاق السرعه بالنسبه للزمن، هحصل على 6 ن ناقص 4. كده خلاص عرفت الازاحه والسرعه والعجله. طيب نوع الحركه اتفقنا يتوقف على حاصل ضرب السرعه في العجله. تعالوا نضرب السرعه في العجله، طبعا هنتكلم هنا بقى عن القياس الجبري مش هنتكلم على المتجهات. لما اضرب السرعه في العجله هحصل على 3 ن تربيع ناقص 4 ن مضروبه في 6 ن ناقص 4. ده كده حاصل ضرب السرعه في العجله، ده كده اللي هيبين لي ما اذا كانت الحركه تقصيريه ام متسارعه عند الفتره الزمنيه اللي هو هيحددها لي. هو قال لي عند نون تساوي 1، تعالوا كده نعوض عن نون بواحد في هذا المقدار، هحصل على القوس الاول هحصل على 3، 3 ناقص 4، والقوس الثاني هحصل على 6 في 1 ب 6، 6 ناقص 4 المفروض 2، 3 ناقص 2 هتبقى المفروض هنا 2 يا شباب وليس 4. تاني احنا بنعوض عن نون بواحد، 3 في 1 ب 3 ناقص 4 في 1 ب 4، 3 ناقص 4 يبقى سالب 1. سالب 1 القوس الثاني هيجيب لي 6 ناقص 4 ب 2، هحصل في الناتج النهائي على سالب 2. لاحظوا ان ع في ج طلعت بسالب 2 عند نون تساوي 1، ده معناه ان الحركه تقصيريه عند نون تساوي 1. وبالتالي الإجابة على هذا السؤال الحركة حركة تقصيرية. بالمناسبة أحيانا بنقول حركة تباطؤية، هي نفس المعنى. سؤال آخر هو المثال الرابع، بيقول لي إذا كان متجه موضع جسيم هو س تساوي 3 ن تربيع ناقص 12 ن زائد 5، أوجد الإزاحة بعد 3 ثواني والمسافة المقطوعة بعد 3 ثواني. ده مثال مهم جدا شباب عشان هنميز بيه بين الازاحه والمسافه. مبدئيا احنا معانا الموضع هنجيب منه الازاحه، يبقى الف بتساوي س ناقص س صفر،
اتفقنا هنشيل الثابت اللي هو الخمسة، هحصل على 3 نون تربيع ناقص 12 نون. ثم نجيب السرعة أو نجيب الأول الإزاحة بعد 3 ثواني باعتبار إن هو محتاج الإزاحة بعد 3 ثواني، مباشرة نعوض عن النون ب3. هتطلع معايا الإزاحة فيها بتساوي 3 في 9 ب27 ناقص 12 في 3 ب36، هحصل على سالب 9 ي. إذن الإزاحة بعد 3 ثواني بتساوي سالب 9 ي. أي بينما بقى المسافة بعد 3 ثواني اتفقنا في الشرح النظري المسافة تختلف كليا عن الإزاحة. المسافة يا شباب لازم أجيب أصفار السرعة، لازم ضروري جدا أجيب أصفار السرعة، ثم أجزأ الفترة الزمنية اللي هي 3 دي على مراحل بناء على أصفار السرعة. أصفار السرعة يعني لازم الأول أحصل على السرعة وأساويها بالصفر. السرعة هي اشتقاق الإزاحة بالنسبة للزمن، يعني 6 نون ناقص 12. لما أساويها بصفر هحصل على إن نون بتساوي 2. تمام؟ يبقى إذن السرعة بتساوي صفر عند نون تساوي 2. طيب بعد عرفت نون بتساوي 2 وهو عايز مني خلال 3 ثواني، يبقى أنا هجزأ الفترة الزمنية 3 ثواني على مرحلتين. المرحلة الأولى هجيب الإزاحة من صفر لاتنين، والإزاحة من 2 ل3، ثم آخد القيم المطلقة للنواتج اللي حصلت عليه. يبقى أنا دلوقتي هجيب المسافة أو الإزاحة عبارة أو المسافة بعد 3 ثواني عبارة عن الإزاحة في الفترة الزمنية من صفر لاتنين زائد الإزاحة في الفترة الزمنية من 2 إلى 3، وما انساش آخد القيم المطلقة. الإزاحة من صفر لاتنين تعني فيه 2 ناقص فيه صفر. يعني إيه فيه 2 ناقص فيه صفر؟ يعني فيه بعد ثانيتين ناقص فيه بعد 1 ثانية، وكذلك في الجزء الثاني. طيب فيه 2 بسالب 12 وفيه صفر بصفر. فيه 2 بمعنى لو انا جيت عوضت هنا عن نون ب2 هحصل على سالب 12، ولو معوض عن نون بصفر هحصل على صفر. كذلك فيه 2 ناقص فيه 3، من فيه 2 قصدي بيقل 3 عباره عن فيه 3 ناقص فيه 2. فيه 3 بسالب 9 وفيه 2 احنا جايبينها قبل كده بسالب 12، يبقى سالب سالب 12. الجزء الاول سالب 12 ناقص صفر سالب 12 مقياسه 12. الجزء الثاني سالب 9 زائد 12 ادينا 3 مقياسها 3، وعلى هذا الاساس المسافه الكليه خلال 3 ثواني هي 15 وحده طول. يبقى نخلي بالنا كويس جدا في فرق بين الازاحه بعد 3 ثواني اختلفت تماما عن المسافه بعد 3 ثواني. الازاحه بعد 3 ثواني طلعت معايا سالب 9 في اتجاه المتجه ي، بينما المسافه في نفس الزمن هو 15 وحده طول. عندي ملحوظة مهمة في هذا المثال يا شباب، بما اني جبت الازاحة وجبت المسافة ممكن جدا يطلب مني متجه السرعة المتوسطة او يطلب مني السرعة المتوسطة خلال نفس الفترة الزمنية اللي هي 3 ثواني. اتفقنا متجه السرعة المتوسطة بقسم الازاحة على الزمن، يعني في هذا المثال لو طلب مني متجه السرعة المتوسطة يبقى عبارة عن سالب 9 ي التي تمثل الازاحة واقسمها على 3 هحصل على سالب 3 ي. إنما لو طلب مني السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة هي المسافة اللي اتحرك الجسم الكلية وأقسمها على الزمن، فهقسم ساعتها 15 على 3 هحصل على 5 وحدة سرعة. تعالوا مع بعض نشوف المثال الخامس. إذا تحرك جسم في خط مستقيم طبقا للعلاقة س تساوي 5 جتا نون، نلاحظ هنا مديني القياس الجبري للموضع، ما ادينيش متجه الموضع. س تساوي 5 جتا نون حاسو س مقاسة بالمتر ونون مقاسة بالثانية، عايز يعرف العجلة تساوي ايه عند نون تساوي باي، ومديني عدة خيارات. معانا الموضع دالة في الزمن وعايز يوصل للعجلة. اتفقنا؟ الأول هنجيب الإزاحة ف تساوي س ناقص س صفر، يعني عبارة عن 5 جتا نون ناقص 5 جتا صفر. اتفقنا؟ لو كان الموضع دالة كثيرة حدود للحصول على الإزاحة هنشيل الثابت وخلاص. اما اذا كانت اي داله اخرى غير كثيره الحدود لازم التزم بالقاعده بتاعتي اللي هي س ناقص س صفر، وبالتالي 5 جتا نون ناقص 5 جتا صفر. طبعا جتا صفر بواحد، عشان كده هحصل على 5 جتا نون ناقص 5. كده خلصت حصلت خلاص على الازاحه. تعالوا نشتق بالنسبه للزمن عشان احصل على السرعه. 5 جتا نون اشتقاقها سالب 5 جا نون، اشتق طبعا الجتا سالب جا، والخمسه الاخيره دي مشتقتها بصفر. العجلة هي اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن، يبقى العجلة هي سالب 5 مشتقة الجانون جتا نون. كده خلاص حصلت على العجلة. هو عايز مني العجلة عند نون بتساوي باي، تعالوا نعوض عن نون بباي، يبقى أصبحت العجلة بتساوي سالب 5 جتا باي. جتا باي يعني جتا 180 اللي هي بسالب 1 مضروبة في سالب 5، هحصل على 5 متر على
ثانية تربيع، دي كده مقدار العجلة بعد عند نون تساوي باي، وبالتالي إجابتي الصحيحة في هذا السؤال هي الإجابة الثانية. نشوف مع بعض المثال السادس. بيقول لي يتحرك جسيم في خط مستقيم بحيث سرعته تتعين بالعلاقة عين تساوي 45 ناقص 5 س تربيع، فإن العجلة ج تساوي نقط وحدة عجلة عند عين بتساوي 25. في هذا المثال نلاحظ أن السرعة دالة في الموضع وليس دالة في الزمن. طالما السرعة يا شباب دالة في الموضع، إذا نخلي بالنا وأنا بشتق هشتق وخلي بالي إن هنا السرعة مش دالة في الزمن. يبقى لازم أطبق القاعدة اللي اتفقنا عليها، وهي ج تساوي عين دال عين دال س. يعني العجلة هي سرعة في مشتقة السرعة بالنسبة للموضع. السرعة معانا 45 ناقص 5 س تربيع، في مشتقتها بالنسبة للموضع يعني اشتقاق صريح، مشتقة ال 45 بصفر ومشتقة سالب 5 س تربيع بسالب 10 س. كده عرفت قيمة العجلة. هو عايز بقى يعرف قيمة العجلة عند عين تساوي 25. لاحظوا العجلة هنا دالة في الموضع، يبقى أنا باستخدام العين تساوي 25 أعوض في العلاقة الأولى، أحصل على قيمة س وأعوض بيها في العجلة عشان أحصل على قيمة العجلة. تعالوا نعوض عن عين ب 25، يبقى أصبح 45 ناقص 5 س تربيع تساوي 25. لما أحل هذه المعادلة بكل بساطة هحصل على إن س بتساوي موجب أو سالب 2. هرجع للعجلة أعوض مرة ب 2 ومرة بسالب 2. عند س تساوي 2 هحصل على العجلة بسالب 500، وعند س تساوي سالب 2 هحصل على العجلة بتساوي موجب 500، وبالتالي إجابتي الصحيحة في هذا السؤال موجب أو سالب 500، يعني الإجابة التالتة. بكده يا شباب أبناء الطلاب انتهينا من درس النهاردة. درسنا في تفاضل الدوال المتجهة، عرفنا المسميات والمفاهيم الأساسية في هذا الدرس، وهي عرفنا يعني إيه موضع الجسم عند أي لحظة زمنية، ثم عرفنا يعني إيه إزاحة الجسم، وقلنا هي الموضع الابتدائي ناقص الموضع النهائي، ثم أيضا تطرقنا إلى مفهوم السرعة وهي اشتقاق الإزاحة أو اشتقاق الموضع بالنسبة للزمن، ثم عرفنا نجيب العجلة من السرعة باشتقاق السرعة بالنسبة للزمن. وقلنا أيضا لو كانت السرعة دالة في الموضع يبقى العجلة في هذه الحالة عبارة عن عين دال عين دال س، وفهمنا يعني إيه التسارع ويعني إيه التقصير، وعرفنا الفرق بين الإزاحة والمسافة، وأخيرا عرفنا يعني إيه السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة. مع أطيب تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، كان معكم الأستاذ رفعت حمزة خبير وموجه أول الرياضيات. شكرا شباب.